خطب عندنا خطيب لمدة ساعة وخمسة وثلاثون دقيقة، فانصرف بعض الناس ولم يصبر على طول الخطبة فهل الذي أخطأ الخطيب أم الذي انصرف من الناس؟ الذي أخطأ الخطيب، الذي أخطأ هو الخطيب. وهذه ما هي بخطبة، هذه محاضرة، هذه محاضرة، هذا ما يفرق بين الخطبة والمحاضرة. الخطيب ينبغي أنه يختصر الخطبة. قال صلى الله عليه وسلم: إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. كثير من الناس اليوم بالعكس، الخطبة ساعتين والصلاة دقيقة أو نصف دقيقة، هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة، وهذا من الجهل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وتطويل الخطبة هذا خلاف السنة، هذا فيه مشقة على الناس، وهو آثم على هذا العمل، آثم على هذا العمل، لأنه مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. يقول السائل: مع الأسف أن بعضهم يطيل الخطبة ساعتين ويخرج ما خطب، لأن خطبته ما هي في الموضوع، كلام طويل وله في الموضوع، ما يصير خطبة، هذا يصير كلام ما يقوم مقام الخطبة، فيخشى أنه ما تصح صلاته أيضا إذا لم يتقيد بأركان الخطبة ومواضيع الخطبة النبوية، فإنها لا تكون خطبة صحيحة. الخطر شديد في هذا، ويجب، أنا قلت لكم، يجب على الخطيب أنه يتقيد بالخطبة الشرعية، ويطالع آداب الخطبة في كتب الفقه وكتب الحديث، يطالعها حتى أنه يتقيد بها.